ازيكم يا مواليد برج العذراء، يا رب تكونوا بخير. توقعات تاروت برج العذراء ليوم الخميس 29 ديسمبر كانون الاول 2022. بطاقة الخمس عملات لما تظهر لينا بتمثل في شوية خسارة مالية، في شوية خراب هيبقى عندنا لا قدر الله، ان يا رب ما يجيبوش على اي حد. هتبقى بتشير لشوية برضو حالات فيها خسارة معنوية روحية اكتر. يعني البطاقة دي للأسف لما تظهر انا بخاف منها كتير، لانها مش حلو جدا على اي حد، يعني للأسف كلها خسارات. مش مضمونة الخسارة هتبقى على ايه بالظبط، لكنها حظها وحش جدا في البطاقة دي. بطاقة التسع كؤوس هدول ان في امور كتيرة بتمشي زي ما احنا حابين انها تمشي، هيبقى عندنا كل اللي احنا محتاجينه بالضبط. الطاقة دي هتبقى في وفرة عاطفية، في نجاح مادي كبير. هتبص لكل البطاقات في صورة رجل مرتاح هتبقى محاطة بينا في الكؤوس المليانة بالمكافآت اللي هنبقى محظوظين جدا بيها. بطاقة الفارس اللي ماسك سيف بتشير لشخص مخلص في حياتنا وشهم جدا، هتبقى انت اول شخص بيبقى بيدور على الشخص ده حواليه، هتبقى بتشير ان عليك انك تهتم بحقائق كتير من المواضيع اللي هتبتدي تظهر في حياتك وتكشفها بشكل سليم. بطاقة الاربع عصا بتدل على اننا عندنا وقت في الاحتفال للفرح اكتر، والوقت النهاردة لازم نبقى حاسين من خلاله بسعادة ورضا كبير على كل اللي احنا كنا بنحققه. ناخد شوية قسط من الراحة، نسترخي فيه، نفكر فيه بشكل كويس، وده هيكون لينا خير كبير جدا على طول المدى الطويل.